السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. معانا الوالد أبو راشد، بس أنا بخلي هو يعرفني عن نفسه. أبو راشد عرفنا عن نفسك. سالم راي سليمان الزحمي المعمري من منطقة السيجي عمارة البجيرة و والنعم فيكم. الله يسلمك. قلت ما شاء الله منطقة السيجي. نعم طبعا أنا بالنسبة لي أنت جوهرة، الله نبي يسلمك. نتعرف على منطقتكم، عن تاريخ منطقة السيجي، عن منطقة شو فيها السيجي، خاصة نحن أهل دولة الإمارات السيجي نعرفها من المطر. يوم يقولوا طاح المطر نقول منطقة السيجي أمطار ما شاء الله وكذا. فخبرنا، منطقة السيجي عبارة عن وديان ولا عندكم شو بالضبط؟ الحمد لله، منطقة السيجي كانت هي الواجهة السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت مشهورة جدا في المنطقة. يعني طبعا المناطق مع الهنزوت في الدولة وايد، ولكن الحمد لله. منطقة السيجي كانت الممر القوافل اللي تمر بها من التي من 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 الساحل، من الفجيرة، من حور بكان، من شلبة، من الباطنة، من عمان، ما شاء لازم الله. يمروا على سيجي، ما في ممر إلا سيجي. فمنها من نفس الشيء ليو من الساحل، من الشارجة، من القوافل اللي تأتي من هناك، أو الناس لما ترحل في الصيف، الصيف تروح الباطنة، تروح الشلبة، تروح المناطق هذه. طبعا هناك مشهورة بالزراعة، مشهورة بالهمبة، مشهورة باللومي، مشهورة المناطق اللي هي الباطنة هناك. فالناس تمر من الشارجة، من دبي، من أي منطقة لازم يمروا على السيجي. هذا قصدك قديما كانت هي قديما، نعم المعبر قديما الوحيد، يعني قديما، ما كانت في طرقات لا بديلة ما غير ان أبدا اجباري لازم يمروا على السيجي. على السيجي. في منطقة هناك سدرة فيها وادي طبعا هناك وفلي عين، لازم يمروا يستروحوا فيها، اسمها سموها طال عمرك المناخ، المنطقة منطقة المناخ. منطقة المناخ. هاي المناخ يقعدوا فيها يريحوا، سدرة كبيرة فيها ماي ولحد الآن موجودة، لازم بنزورها، على ايدك ان شاء الله بنزورها ممكن وبنصورها. طاح جزء منها ولكن تمت، والمعالم موجودة وكلها موجودة بعدها للحين الحمد لله موجودة، ما شاء نمر الله عليها الناس، لكن الحين خلاص الوسائل الحديثة موجودة، الحمد لله. وكل حد أول بس على حمير وعلى ارتاب، وفي قليل من السيارات لأن حلقنا عليهم يعني من هذا في السبعينات تقريبا، قليل من السيارات اللي هي 57 سيارات الارمي الجيش اللي يمروا على نعم الطريق هذا. تشتهر منطقة السيجي بالوديان، دايم فيها ماي 24 ساعة، ما شاء الله. يلفوها الناس من كل مكان، زوار كشاتة يخيموا فيها، يتموا باليومين وثلاث، خاصة في قبل ما في مرتبطين بالويكند اللي هو يعني اسبوع هي وبس، طول الايام كل ما حد مر يمر ويتم له يوم يومين ثلاث ايام يخيموا ويروحوا. ف طبعا العادات والتقاليد نفس الشيء في دولة الامارات العربية المتحدة كلها واحد. بنتكلم عن موسم الافراح والاعياد، كنا في المنطقة هذه ما كانت بيوت شعبية، فكانت طبعا بيوت من سعف وخيام تقريبا قليل من الطين، ومترحلين من منطقة لمنطقة هذا قديما طبعا. قديما طبعا، نعم قديما، لا قبل الشعبية هاي، هي يعني صغار ما الحين نتكلم عن الماضي الجميل. نعم نحن الحين في الماضي القديم اللي هي ما ننساه يعني. هي في الأفراح طبعا الأعياد، عندنا الأعياد تم 3 أيام. 3 أيام هذه أول يوم العيد بعد صلاة العيد نسلم على الأرحام، والمنطقة اللي احنا فيها قريبين منها اللي احنا جيراننا وأهلنا وهذا. بعدها ننتقل لمنطقة تقريبا كيلو أو كيلوين قريبة من المناطق هذه، يعني اليوم الأولي نديه إلى كل المناطق هاي، اليوم الثاني لأبعد شوي،
يعني مثلا منطقة الثوبان اللي هي هذه المنطقة اللي هني، بعد لنا عن الأرحام وغيره وكل شيء، لازم نمر هاي 3 أيام على كل الناس، سواء مشي طبعا أو حد اللي عنده يعني مثلا دابة حمار ولا تكرمه ولا شيء ولا مطية ولا مشي، فتلقى الناس فرحانة والأمطار والعشب والخير والحمد لله. فنقضي 3 أيام العيد هذه كلها أفراح ما شاء الله. وشو من العادات بعد اللي انتو كنتوا تسووها يوم الأعياد؟ شو العادات اللي تتذكرها للحين وما عادت موجودة؟ يعني كنتوا أشياء تسووها يوم زمان أول، الحين ما عادت موجودة أو اندثرت؟ والله قليل الحين، ما حد الأول طال عمرك الإنسان كلنا مع بعض، إذا بغينا نبني يعني أهلنا بون يبنوا مثلا بيت من سعف، تلقى الناس كلها يسعد الصباح الصبح يصلوا الفجر ويخبر اللي هو يبني بيت، يخبر الجماعة كلهم يا جماعة أنا عندي تراني أبني بيت من سعف، ببني عريش ببني خيمة ببني كذا وهذا، تلقاهم الصباح من صباح الصبح أيوا عنده عقب صلاة الفجر ويسوي لهم قهوة ويتقهويو، طبعا كل شيء جاهز، الخوص جاهز، كل شيء جاهز، فيه واحد من الجماعة أستاذ يخلوه على كيفه هو، بس هو الجماعة هي يناولوا له الخوص، يناولوا له كل يبغى طلبات وكل شيء يجيبوا له، ويكتمل العريش أو الخيمة أو البيت اللي هو يبغى يسموه، فسوى لهم ذبيحة مثلا أو شيء أو غداء أي شيء أي كان عنده، مش لازم يكون ذبيحة، أي شيء قليل يعني، فتغدوا عقب ما يخلصوا كل شيء، سواء خلصوه اليوم أو خلصوه بكرة أو بثلاث أيام أو يومين خلصوه، فيروحوا تعليم. كلام جميل. أنا بوضح نقطة. نعم. هو قديما ما كان في عمالة آسيوية. نعم. أنتوا نفسكم المواطنين أهل المنطقة اللي تبنوا لبعض. نعم. وتشلوا بعض. صحيح. يعني كانت الأيدي العاملة هو أنتوا نفسكم. صحيح. أهل الدار. نعم. عيال البلاد. نعم. عيال المنطقة الوحدة، عيال القرية الوحدة. نعم. فأنتوا اللي كنتوا تشلوا بعض. ما نعم. كان في آسيويين، ما كان في عمال. نعم. يبنوا. نعم. والأستاذ منكم وفيكم. نعم. نعم. ومن ناحية التعليم انتوا كيف تعلمتوا مثلا البنيان ولا هذا تخلوفة؟ شفتوا ايدادكم تعلمتوا من ابائكم واجدادكم؟ هذه تخلوفة طبعا، كل واحد معروف ويعلم عياله، عياله منهم صغر طبعا التعليم ما شيء، وهذاك التعليم ما في، ممكن يتعلم مطوع عند مطوع، الاولين يتعلموا قراءة القرآن عند مطوع او مطوعة، فقليل يعني من عندنا نحن اللي مش عنده في كل مكان الا في المدن، الا في المدن يكونوا طعم رش عندهم مطوعه، عندهم مطوع، عندهم يقروا، اما نحن اي واحد يعرف يقرا القران شويه صلى بالجماعه ما شاء الله وتحفظوا منه، وعياله يعرفوا من يوم الصغر كل شيء يعرفوا، يعلمهم السنه، يعلم من اللي يعرفه هو يعلمهم اياه، الولد الصغير ما يعرف ما يعرف يعني لازم تعالوا لي ولا خبروني ولا قوموا ولا انا ما اعرف شيء، لا من الصباح يعرف واجبه ويا ابوه، البنت عند امها والولد ويا ابوه، يسيروا النخل اذا عنده نخل صباح الصبح ويا ابوه صار النخل، سقى الماي ويا ابوه ومنه ورجع ويا ابوه، واذا كان معزوم صار وياه، واذا يا نفس الشيء، سواء على المناطق اللي هي عندنا نحن عندنا كلها تشابه، نحن مناطقنا كلها تشابه، مناطق عندنا وادي سموه وادي العجواني، عقبه صفني، وادي صفني، وهذه نحن كلنا تقريبا مهما تكون يعني قبيله تقريبا قبائل اهليه تابعة واهليه انساب وغيره وكل شيء، اني مع بعض حتى يعني في التزاور نزاور مع بعض، اني من بعض عيونا ونيهم، وهذا يعني ما الأشياء الأولية للناس يعني كانت متربية عليها وعارفتنا وكل شيء، نحن الحين افتقدنا هذه الأشياء كلها، يعني الحين صار عندنا الأشياء الحديثة وأشياء السيارات وكل شيء، وأصبحنا الحمد لله اتحنوا للماضي والله تفتقدوا، يعني كثير اللي كثير. فهمته من كلامك واستشفيته أنكم كلكم كنتوا على قلب واحد وإيد واحد. صحيح. وسبحان الله الحين يمكن زاد التطور وارتقينا وتطورت البنية التحتية،
لكن اتوقع افتقدتوا التعاون، روح الجماعه، التزاور. يمكن سبحان الله العمل خذ الناس، العلم خذ الناس، صحيح. المناصب خذت الناس. صحيح. اتوقع انا من كلامك استشفيت انت صرتوا كثيرين لكن كل واحد بحاله. صحيح. زين، خلينا شوي نرجع مره ثانيه للماضي الجميل. السي جي حسب ما فهمت من كلامك منطقه جبليه. صحيح؟ نعم. فيها جبال جميلة. صحيح. فيها وديان. نعم. شو الوديان اللي عندكم؟ عطاني مسميات الوديان اللي تتشعب في وادي سيجي. أكيد هذا وادي سيجي عبارة عن وادي ممتد. نعم. والوادي هذا فيه شعاب. صحيح. لها مسميات. نعم. فخبرنا هذه المسميات. هذه طال عمرك الوادي هو ممتد من مسافي تقريبا. من صوب مسافي بفوق. من الجبال الكبيرة. التي يتشبع منها حين سوق الجمعة. هذا كان ما يعني ما في سوق هنا، هذا كان وادي، فعدة وديان تأتي من هنا، وادي شو اسمه الله يسلمي، وادي الحنة اسمه وادي الحنة. ليش يسموه وادي الحنة؟ أكيد في أشجار الحنة. أكيد أكيد. نعم. من اسمه؟ نعم، نعم. والرماني ما شاء الله. رماني. في أشجار رمان؟ أكيد، هذا النخيل قبل لا قبل يعني أي نخل فيها على الوادي، فيها رمان، فيها اللي هو الشجار الحنة، هذه تشتهر فيها بكل منطقة. اليبلية هذه أخاصة اليبل، هذه فيها الياس، فيها أشجار الياس، فيها أشجار الحنة، فيها أشجار الرمان، فيها الموز، فيها المانجا اللي هو الهمبا كان قبل. ها. هذا كله مشتهر فيه اللومي للحين ولا خلاص؟ والله قضية انقرض، ما شيء لأن قلت الأمطار، قلت الأمطار وما عاد الناس يعني مهتمة بكذا، حتى النخيل الأولية ماتت. الحين اللي مهتمين بها. أنا عبارة دائما أقولها إن النخيل تروح مع راعيها. صحيح. سبحان الله، يعني سبحان الله الأشجار تعيش مع صاحب الحلال، ومن يموت راعي الحلال خلاص كانها حزنا تروح عنه. فسبحان الله انا مريت على مزارع كثيره حتى مع وجود الماي، من اسال يقولوا راعيها توفى. من توفى؟ ماتت النخيل، مع ان فيها ماي وفيها كذا، لكن اغلب النخيل ماتت بسبب شح الامطار وما عادت المياه موجوده. كل شيء طلع مس الحين، حتى الحلال الاول امهاتنا الاوليه كانت عندهم الحلال بالمئتين يعني، وإذا ما ببالغ يعني أقل وأكثر، مع أن حياة فقر كانت، كانت فقر ولكن عايشة، يعيشوا وياها، يرقدوا معاها، يروحوا معاها أي مكان، سبحان الله سارت معاها. وأنت سبحان الله حتى لو أنت غريب تبتي ما تقدر تمسكها أبد، كأنها هذه غزال سبحان الله ما تقدر. وأما صاحبة الحلال تلقاها تي عندها وتنفعها وتجلس معاها سبحان الله، وكأنها واحدة منهن يعني. والبعض يقول البهيمة ما تفهم. لا والله تفهم، والله انها تفهم اكثر من بعض البشر، تفهم اكثر، بالعكس تفهم. انا عندي حياة الوالدة الله يرحمها، الله يرحمها، كانت تجيب الغنم في حيرها او ثبانها، نحن نسميه حيرها او ثبانها، تجيب الاكل وتنفعهن الحين وحدة وحدة، أتي عدالة وتي لما تنفع هاي تي لست عدالة رقدت، جت الثانية وجت وتنفعت منها، وإذا كان هي ومجموعة كذا حطت لنا مع بعض، وجت وعقب ما هذا جت وقعدن وارتاحن عقب ما يجين من هذا شربن ماي وقعدت وياها، تقعد وياها وتجلس وياها وكل شيء مرة أبدا. سبحان الله. من توفت الله يرحمه كل شيء صار ما بلا يعني، حتى الحلال سبحان الله مهتم يعني، مو ما بتغير. حتى إحنا بغينا نربي عندنا حلال الحمد لله، وكل شيء عند عاملين حلال يعني، لكن الحلال اللي قبل عند مع الوالده كله راح مع راعيته. راح مع راعيته. سبحان الله. نعم. سبحان الله والحمد لله يعني، هذه الحياه الحمد لله صار التطور وصار الخير وصار كل شيء، لكن في نقطه واحده صارت عنا اللي الابتعاد عن بعضنا بعض يعني، هي قله التواصل. قله التواصل يعني، نحن هذا اللي نحن عليه ونين مع بعض، افتقدتوا قعدات يعني بعض اللمه. نعم، كنا قبل ناس ما نتعارف، يجونا من بعيد، يجونا من عمان، يجونا كذا يخطبوا كانهم يعرفونا سبحان الله أربعة. حتى النفوس تغيرت سبحان الله. الحين ما حد يعرفك، ما حد يجيك،
حتى لو انت تسال عن واحد بتي تسال عنه سلام والله مشغول والله في الدوام والله راح ما ادري وين، تبي تسلم عليه انت ما تبي منه شيء. لا بيقول غاثني بعد كل شويه مطفر فيني. انت ما تبي يعني منه، تبي تسولف، تبي حد يسولف وياه، تتذكر خاصه الناس احنا مثلا احنا نتذكر الناس اللي قبل وين يصير. الاول انت ما لازم تعرفهم يعني، ما لازم تعرفهم، تسلم عليهم تيهم تزورهم كل شيء، يرحبوك ترحبهم، يجيك غريب يجيك، حين لو يجيك غريب كان خلاص الغريب ما يجي عندك. لا اله الحين ما دام انت اللي تعرفه وتبي تسلم عليه او هو يبي يسلم عليك انت تظهر او تظهر له حجه ويقول سبحان الله، تقول له اطلع انا بطلع ولا تخبر، يعني عاداتنا الاوليه راحت سبحان الله. أبد. حتى طلعش. حتى المجالس ما عادت مثل اول، برايز ما عادت مثل اول. ابد الحين لما تخبر واحد بتخبره عن العلوم بتخبره عن كل شيء راحت هاي. الحين لو انت تبي تجلس تخبر عيالك، نادر من الناس اللي يخبروا لعيالهم يعرفوا العلوم ومعنى العلوم. الحين لما انت تجي لواحد ولا شيء علومك ياخذها من البلاء من برا من الشارع، قال لك علومك شو معنى علومك؟ خلني اتقهوى، خلني اعرف العلوم الاوليه لها السنع والعادات تغيرت. حتى اولها العلوم يا بنتي، الاول العلوم لها معنى. لما لازم في الانسان لما في سبحان الله ما في اخبار وجرايد وغيره وتلفزيونات وما في طال عمرك، ان الواحد يوم يجي شيء يمكن عنده خبر، يما عنده لا بد ان عنده خبر. اذا في الخبر انواع، نوع واحد توصيه، يعني انا صايب مني شيء مثلا ذابح، يمكن سبحان الله شيء مسوي وطايح على هذا الريال القبيله هذه، طايح عنده ما شرب القهوه، اذا صب عليه القهوه اقول له اسمع انا عندي كذا، اذا قال لك تم وشرب قهوتك ومره ما عليك شيء، هايتك مقضايه، هذه خلاص شرب قهوه ومعناته زبين صار عنده. ان شاء الله لو بيو كل القبيله اللي وياه هذه كلها بتكون وياه من دون بس بيتكلم كلمه واحده من طرف القبيله، بيو هذا بيحموها الريال وبيسدوا حيته، وبذا عليه مهما يكون عليه دين عليه شيء اديه عليه اي شيء صاير سبحان الله غلط مره بيدوا الحين ذاك الحينه حيته سبحان الله. والمعنى الثاني للعلوم انك انت لما تخبر تشرب قهوه، البنيان الاولي البنيان الثاني البنيان الثالث عندنا نحن، هذا في ناس يمكن عادات عندهم من منطقه لمنطقه تختلف يعني. بعدها طبعا تخبرك عن العلوم وين جاي، بخبرك وين جاي وين جاي ومن عنده، واذا عنده اخبار ولا عنده علوم ولا عنده احد، وانت كذلك بعد تخبره بالعلوم اللي عندك. ما عنده تقول له سلامتك، نحن بعد ما عندنا اخبار ولا عنده علوم، الدار ساكنه، وتخبره اذا كان في عندك علوم ولا شيء، ما سوالف عاديه ورمسه وغيره. عقب هذا انت اذا الريال تعرفه ما عليه، اذا الريال تعرفه ما تعرف منك تعرفه، لكن اذا الريال ضيف لا ما تخليه يصير، تخليه اول بعد تعطيه الواجب تضيفه ويوك يرانك ويضيفوه، بعد اذا يمكن ثلاث ايام ما يروح الا اذا كان هو مستعيل ورخصوه ويقولوا له بعد يوم بتيه مبناك رد علينا. لازم يتضيف يعني واجبه لازم ياخذه، وبيسوله بيخبر عنه بيكن عنه كأنه صاير منهم. في ناس عندنا الحين يعرفوه من زمان، من أهلنا يعرفوه من عمان ومن غيره ومن أي مكان بعيدة يعرفوا أهلنا الأوليين، إحنا ما نعرفهم لكن يسألوا والله يوم يطروا فلان بن فلان والله هذا فلان كلنا مرحابي وراعي كرم وصرنا وياهم وينا وياهم، وخاصة في ناس قبل يصيروا الحج يتولفوا على مطية ومنك يسافروا في البحر ويسافروا يتابعوا لهم يمكن شهرين شهرين ثلاثة مسافرين للحي، ويجوا من هناك كأنهم حد يجي وحد ما يجي، واللي يبيها بخبرة الفلان ترى جاي من الحي، ويصيروا ويسلموا عليه كلهم، والحمد لله الدنيا بخير وسهالة وكل شيء الحمد لله على كل حال. والحين بعد الحمد لله خير تطور الله يطول عمار الحكومة ما قصروا فينا، سووا الخير سووا البيوت وسووا طعم الدوامات وسووا
وكل شيء الحمد لله. الحمد لله. بس اللهم أننا افتقدنا لأن لازم هذا الحضارة. تعرفت حتى شيوخنا ما نعم. غفلوا عن نقطة أن قلة التزاور على أساس كذا سووا المجالس نعم اللي نعم. تجمع كبار طيب. المواطنين والشباب نعم. بحيث أنهم يتوالفوا ويلتقوا نعم. ويردوا نفس أول يعني نعم. حتى يعني. الحين طعامك الله يطول عمر الشيوخ كلهم إن شاء الله. شيخ حمد سوالنا طعام ميلس سيدي من سعود. ما شاء الله مبروكين مبروكين. نعم. سوالنا ميلس عود طعامنا جيلس حتى بلا فراح وبلا الأحزان وكل شيء ويوم الأعياد نجمع أرباعة وكل شيء ضمنا الحمد لله وارتحنا اللهم لك الحمد نبي رحمة الله بس والأمام قصر علينا هم لله. عايشين ويانا وعايشين ويا أهلنا وعايشين وعارفين هذا يعني ودهم الحمد ولكن تتطور أسرع الحمد لله الواحد والحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد خير وسعادة الحمد لله عن 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 غيرنا يعني الحمد لله زي شيء ثاني نتطرق أكثر نعم بخصوص لله. بخصوص سكناتكم القديمة وين كنتوا تسكنوا في اليبال كنا نعم في السيجي يعني نعم. السيجي هي عبارة عن سلسلة جبال ووادي كبير نعم فكيف نعم. كنتوا سكناتكم القديمة وين كانت وشو كانت مبناية سكناتكم من الحصى والعسبق ولا كنتوا من العريش ولا كيف وكيف كان عندكم المصف المشتة والمقيض كيف على حسب احنا طعمنا قبل المشتة نشتي في مناطق يبال اللي في الكهوف مسوين عليها عسبك مسوين خيام مسوين يعني نرتقي فوق في اليبال عشان الذرة على هذا الذرة من البرد هذا في البرد انتوا ترتفعوا فوق نعم نرتفع في اليبال في اليبال فوق وقت البرد نعم يعني المشتة يكون فوق اليبال نعم في اليبال على طرف الوديان على وين في ذرة وين في ذرة عن البرد نسير في يوم استوي القيض طبعا اللي عنده نخب نزل على النخب ونزل على الوادي طبعا هذا بالصيف هذا في الصيف واللي ما عنده بعد ياور ربيعة اللي عنده نخب اللي عنده زراعة واللي عنده هذا ياوره ويرس عنده وكلنا مع بعض وناكل مع بعض ما حد غريب يعني بعيد لبعيدينا كلها رفاقة وانساب وربع حتى لو جينا بعد من منطقة ثانية الحين فندوا بالمناطق يعني بالأسامي ولا كان قبل ما فينا نحن انت المواطنين بعد يعني انت كنتوا المواطنين تشتغلوا مع بعض ما عاد ما كان في عمال ما في اسيويين يعني هذا النقطه بعد لازم احنا نوضحها نعم انه نعم قبل كانوا هم نفسهم بيادير النخل نعم هم البيدار حتى يعني نعم من اول من سنين يات الكلمه مش على الاسيوي لا 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 متخصصين بعد في ناس بعد يعرفوا يطول طي يسوي طي من حصى ناس متخصصين مواطنين نفسهم عيال البلاد واحد يسوي فلايه ويسوي نخيل ويسوي نبت وكل شيء وهم صح اصحاب الصنعه هم معروفين في المنطقه ان شغلتهم هالشغله نعم نعم انت يوم تبى شيء بس سير لفلان اسقر اسقر بالربع كلهم بيوك بيدوا وياك بيسطحوا وياك وبيسوي التمر وبيسوي المساطيح وبيسوي بينقوا وياك الرطب والسحب يخلوه والدبس بيسوي له ينس وكل شيء بيسوي له طعم هم ربع ارواحهم الله منهم بيهم ما احد عندهم ولا واحد غريب ابد الحرمة بروحها بشغلها والريال بشغله ولا حد يتكسل ولا حد يقول شيء ولا يقول أنا بالعكس يفرحون لما يجوا بعضهم بعض يرتاحوا ويتوي تبقى رزفة تبقى الغنة تبقى كل شيء ويطوف عليهم الوقت كأنه ما صار شيء سبحان الله وسووا لي يبو سووا البنيان سووا الطي سووا الطوى سووا حفروا الطوى أرواحهم يحفروهن وكل شيء لي يبو سووا أرواحه الحين عاد كله معتمدين على البنغالي ولا الباكستاني هذا من يابو العامله الوافده هذه صارت المشاكل وقلت النخيل وقلت البركه وقلت كل شيء وما في وشيء ثاني بعد نفس الوقت ترى الجيل هذا انشغل في الاعمال الدراسه في الاشغال وهذا فما حمد فيق للزراعه وصار مثل ما قالوها الاولين انه الشغل هذا صار للجيل هذا عباره عن شقه فما يبوا يشتقوا وكذا نعم لكل جيل شغله ولكل صحيح. جيل سعيه فكانوا الاوليين يسعوا على سبت لقمه العيش صحيح. سبحان الله كانت اللمه والمحبه والتعاون هذا بروحه كانت سعاده لهم اكيد اكيد نعم فسبحان نعم. الله نعم. فبسالك سؤال ثاني عن الحريم زمان اول عندكم في منطقه السيجي نعم. شو كانوا يسوون شو كان شغله الحرمه عندكم في السيجي والله شغله الحرمه طعامها عندها شغله البيت الحرمه تسير وتيب طعمش الحطب
الرجال يصير في شغله يشرى يسعى اذا كان عنده مكان ولا سعر النخيل ولا انسان نخال ولا سعر شيء. الحرمه نفس الشيء صارت يابت الحطب روت الماي روت على هي وربايعها اللي وياها يران سارا لطوي وروت يابد الماي على روس على حمير تكرمي ولا على شيء وين ورون ويوم يجي كل حد جاي من صوبه جاي اللي الله رازقنا ولموا مع بعض. عنده شيء بقول له شيء الاول لما تي خطبه انا عن الاول يعني خطبة العروس والخطوبه ايه هذا طبعا الاول الحين لما تكون واحد بيخطب الاول البنت لابن عمها ما مهما يكون ان شاء الله لولا ما بتتزوج اذا ما رخص ولد عمها ما تتزوج الله مول يا مول ما ان شاء الله تعنس عندكم في منطقه سيجي بكل مكان كل مكان كل مكان هذه عاداتنا الحين الاوليه كلها هي البنت من لبنت عمها بس ولد عمها اذا رخص ولد عمها تراها تزوجت ما ترخ ما رخصها تزوج يوم ان شاء الله لو صغير وهي صغيره تربى اللي اكبر منها شوي تريوه لين يكبر ويغدى ريال وزوجوه اياها. الخطبه عندنا طبعا قبل تصير اذا مثلا حصلوا بنت مثلا بنت فلان بن فلان في منطقه شويه بعيد عنها يصيروا الريال والحرمه ابو الولد يصيروا للناس هاي يتخبر قبل الريال يتخبر منو عنده بنات منو عنده كذا منو عنده قالوا والله فلان عنده بنات وغايه الزواج. قال عيال انا بسير صوبه بتهلتي ويانا اللي يدليهم بهذاك وياه ساروا الحرمه والريال والريال اللي مدليهم ساروا عند الريال وسلم عليهم وكل شيء وتخبروه وتخبرهم خبروا بالسالفه. الحرمه الام الحرمه سارت عند الحليب شافت البنات طبعا هذا ما من دون ما تحسسوا اني انا وباخذهم ولا ما باخذ لا كانه سلام يعني. الريال نفس الشيء سلم عليه وتخابر وياه وتخابر هذاك اللي مدللهم مع بعض ردوا مع بعض ما طلبوا شيء لا طلبوا بايد البنت ولا قالوا شيء ولا هذا ردوا. عقب فتره ترى الريال والحرمه شرايش شريت البنت زينه قالت والله البنت ما عليها كلام بياض الوجه وامها بياض الوجه وما عليها اي كلام. قال عيل بنخطبها خلاص سووا ساروا ردوا خبر للريال اللي مخبرنهم عن الاول عن هذا البيت في بنات وصوه بعد هيلاك سبحان الله يمكن قبل وجه بوجه يستحي لكن وصوه قال له ترى نحن نبى القرب من انتم نبى ناخذ البنت لولد فلان ما يسألوا عن رتبته ولا يسألوا عن معاشه ولا يسألوا عن كم دخله ولا يسألوا عن غيره ولا شيء ريال ود ريال وخلاص انتهى. ياهم الجواب طبعا بعد يومين ثلاث ايام على حسب المسيره البعيد وقريب ردوا عليهم قالوا والله خلاص يا مرحبا هم مثل ما انتم تسألوا عنهم يسألوا بعد قالوا يا مرحبا حياكم الله بالقربه متى ما تبوا حياكم الله. الريال نش خبر رباعته ورفاقته اللي هنا عندهم ترى ولدي فلان بيعرس عند فلان خطبنا له عند فلان وبيعرس ومتى العرس حددوا العرس بعد ما يكون يعني ما شيء عنده بس يقول اني انا بعرس ما عنده لا عنده شغل ولا عنده شيء ولا مكون نفسه ولا شيء بس يقول بعرس. والله هذا طيب اللي جاب له شيء من اللي الله عطنا اياه هذا المهم لفوه كلهم اهل منطقته اهل منطقته مره كلهم وقالوا يلا اللي هم المهر اللي هم متحددين عليه وكل شيء ولفوه راحوا اعطوه المهر وكل شيء. العرس حددوا العرس متى قالوا مثلا عقب اسبوع العرس يوم الخميس الفلاني كان قبل العرس يوم الخميس يوم الاربعاء يدعو يوم الخميس الناس دي يوم الاربعاء يسوي حق الحريم يعني غدا حق الحريم عقب الخميس يجي العاده كامل يجي الناس يحشدون اللي خبرهم المنطقه هاي كلهم يجوا شو يسووا اللي جايب له ذبيحه اللي جايب له طعام حبات ريح بدليو للمعزومين كل واحد يجيب شيء كل حد يجيب شيء صح
سبحان الله. وسوى طعامة العرس وسوى الذبائح وكرم الناس واستوى العرس وعرس الريال وتوكى وسوى له بيت وسوى له كل شيء من بيوت من عندهم. هم أهل المنطقة نفسهم. أهل المنطقة أرواحهم مرة من عندهم من صغيرهم وكبيرهم كلهم من يهال وصغار كل حد. سبحان الله. وعرس وارتاح ولا شيء. نفس هاي لاك بعد إذا يو خطبوا عندك ولا شيء نفس الشيء. ترديه. نفس هذا يمكن هذاك عندهم ولد. وانت عند بنت يمكن يقول انا بعد نبى بنتنا بنتكم حق ولدنا عقب ما يعرسوا ويشوفوا الناس وشو اخلاقهم ويشوفوا كل شيء الناس قبل بالقبائل بالقبيله بالناس بالاسم الريال لان ما تعرفوا انها فلان بفلان نعم ونعم بالكرم ونعم بالسمعه ونعم كل حد يتمنى ان يخطب عنده وياخذ بناته الحمد لله. لكن الحين يعني صارت الأمور اللازم حتى بالتليفون وصار بالجسمة الحين ما تقدر أنت تقول والله لا ما بزوج ولا غيره مهما يكون اللي عندك بس خلاص زوج الله يكتب فيها من نصيب. أيوة هذا ما شاء الله علومك لبقى. طيبة وسوالفك جميلة بصراحة مرجع تبارك الرحمن يعني سوالفك يعني أنا من دمج أنت قاعد تسولف أنا وياك رديت الله وياك أنا ما عشت هذا الماضي لكن أسمعه بلسانكم نعم. فيعطيك العافية كفيت ووفيت مع أن سوالف وياك ما تنمل لكن نحن طولنا عليك لكن أتمنى الناس تستفيد من كلامك وتتعرف على منطقة سيجي وإن شاء الله لازم نزور سيجي إن شاء الله وأهم شيء بنمر على منطقة المناخ مرحبا ومنصور قلت لي السدرة نعم مرحبا منزور السدرة إن شاء مرحبا الله مرحبا الساعة مرحبا فيعطيك العافية وسامحنا ومشكور جزاك الله خير مسموحين الله يجزيكم خير ويا مرحبا الساعة يا مرحبا.